ولينا كنعانيو من هاد الكرنفالات فهمتي. حنا دابا واحد كرنفال جايين من الشارع دوار الجيد، الا جيتي تشوف السيكتور ديالنا راه ما مسوقينش ليه، وجايين وباقي محافظين على هاد التراث باش نجيو. ملي كندخلوا مع الراس ديال الاسيس ولا اي تي بي ولا تيكموفلا، الناس كيتشوقوا باش يشوفونا حنا، حيت ما بقاوش كرنفالات، حيت ولد داك العام ديفيلي ما داروش ديفيلي، والناس خسروا فلوس على كرتونات وعلى داكشي ديالهم وما داروا والو فهمتي. وعباد الله كفروا على هادشي، ما بقاش بيديروا والو. كنطلبوا حنا من هاد الناس غير يوقفوا مع هاد الجمعيات ويقولوا شنو المشكل وندموا هادشي. هادشي اللي كنطلبوا هو السبب في نظري انا، كاع ما كون عرفت شنو هو السبب كون قلت لك السبب، حيت دابا انا وليت كنشوف ما كنشوف حتى شي حاجه. حنا اللي كنشوفوا راه كلشي كيقرا، حتى حنا كنقراو كلشي خدامين وداكشي، ولكن محافظين على شي حاجه. هادشي اللي كاين، ما كاينش الدعم وما كاينش من عطيونا شي حاجه باش نزيدو نديرو شي حاجه يقدمونا لقدام باش يزيدو يحفزونا. ما كاينش شي دعم، هادشي كنديروها بوحدنا. كيتجمعوا الدراري كلشي كيديروا هادشي كل عام، واخا ما يدعمونا ما والو، حنا تنديروا هادشي من عندنا وتنزيدو من عندنا. هادشي اللي غنقول لك اخويا، ما كنطلبوش منهم شي حاجه، ما كنطلبو منهم والو. هادشي حنا دايرين حيت حنا الاصل ديالنا هو هادشي، ما كنتسناوش يعطيونا. حنا كنبينا النظام، الحمد لله عندنا كل واحد عنده داكشي اللي مسك عليه الله سبحانه وتعالى، كل واحد عنده البركه ديالو. حنا ما كنطلبوا والو بالنظام، واش علاش هادشي حيدو؟ علاش كما كتشاهدوا الاخوان كل عام كنستقبلوا هاد التظاهره ديال بوجلود بالماون. كما كتشاهدوا الاخوان هادشي غادي وكينقرض، ما بقاش بحال الاول، بحال السنين اللي كنا كنعرفوا. كانت واحد المده بوجلود كما كنشاهدوا كان كيخرج مع الجوج، كانوا كيبداو مع العشرة، كانت ديك الساعه كانت واحد الحلاوه. دابا هادشي غادي وكينقرض بالضبط في مدينه التشيره، اما الاماكن الاخرى كما كنشاهدوا زكان ولا بن سرقه ولا اكادير ولا تيكيوين، كاينين تما كاين تبارك الله كاين الدعم وكيزيدوا في هاد سميتها التظاهره كيزيدوا فيها، ولكن هنا حنا بالضبط في مدينه التشيره هادشي غادي وكينقرض. كما كتشاهدوا الاخوان كيبان لينا الساكنه تبارك الله كامل الساكنه كاينين هنا، والزوار جايين من اي مدينه جايين، ولكن كما كنشاهدوا بوجلود ولا كرنفال وداكشي كنا كنعرفوا ما بقاش. هادشي غادي وكينقرض، ما عارفينش واش من المسؤولين ولا من الجمعيات، ما عارفينش هادشي منين جاي. ولكن كما كتشاهدوا بالضبط هاد العام هادشي غادي وكينقرض، ما بقاوش كاع ولاد المدينه كيلبسوا. مرحبا بكم عندنا في التشيره في هاد المدينه الزوينه اللي كيدوز فيها هاد العيد الجميل جدا. من جميع انحاء المدن كيجيو عندنا، جميع كيجيو كيدوزوا عندنا في هاد الشارع هادي. المهم هادشي كيفاش كيدوز، كيدوز زوين خفي تما راه شويه وسميتو، ماشي مشكل داكشي. لبسوا عادي الخياطه باين داكشي، شحال من جلده كنمشيو كنشريهم بالفلوس داكشي. المهم كيدوز كلشي زوين بخير وعلى خير، وبارك عواشركم سمحوا لينا كساكنه. هاد العام هذا تنشوفوا المهرجان او المورد الثقافي بوجلود في حلة جديدة، مع بعد المنصات اللي مزيانين تيبشروا بالخير، لأننا حنا كساكنة تنصوروا المدينة ديالنا أحسن تصوير باش الناس تجي عندنا وتفرج. كما تشوفوا دابا الساحة تقريبا مملوءة على الأخير ديالها والأجواء رائعة. بالنسبة لبوجلود نقص شوية على كي كان شحال هادي، ما غاديش نقولوا انه كاين بعض الناس تدخلوا من اجل الاسترزاق ولا غادي نقولوا شي حاجه اخرى، انما تنتمناو من الجهات اللي مكلفين بالتنظيم ديال هذا المولود هذا يحتفظوا عليه كما كان سابقا، كما عادنا سابقا. مرحبا بالناس، اي مدينه في المغرب كامل مرحبا بهم، هنا اي الجاليه المغربيه في الخارج مرحبا بهم حتى هما في هنا. حنا اليوم كنحتفلوا بعيد الاضحى المبارك، عيد ليس كامل مبارك كامل الاعياد. الناس كلها في المغرب كامل ما عندوش حالة الاجواء اللي كاينه في اكادير. الحمد لله هذه الاجواء اللي كنحتفل بها كل سنه من عيد الاضحى الحمد لله، واني هذا الشيء ما كيبشرش بالخير. هذا الشيء غادي وكينظطر غادي وكيمشي، علاش ما عرفت هاد المسؤولين هادو واش واقيلا بغاو يحيدوا هذا الشيء
والله ما نعرف. المهم هادشي ما بغاوش يكون صفه نهائيه. انا هاد الزياده كنلبسو غير فوق الاعياد وصافي، بحال دابا العيد الكبير كنسطو ويلي، حنا العيد كتسنى العام العام كامل وهي النهار فيه وكنسطو فيه. هاد الايام دابا راه ولاو كيحيدو علينا، راه لا اله الا الله. واش كيشدو شي دعم هما كياخدوه؟ والله ما عرفت، راه ما كيديرو لنا والو. الا كانوا كيديرو شي حاجه يبينوها ويلي، احنا باش شفنا لا سهرات لا والو. والله العظيم اش زين هكذاك شحال هذه 3 سنين هذه ولا 4 سنين وكلنا عليهم بالله وكلنا عليهم بالله. وحنا هادشي راه غير الترفيه وصافي، نضحكوا الناس وراك عارف اخويا. كنبريباريو مثلا العيد، كنبريباريو ليه مثلا شهر قبل العيد، قبل هذا النهار هذا، يعني باش يلاه تخيط اللبسه ديالك وتقادها على حقها وطريقه باش تخرج للجمالي. بالعكس يعني كل ما كانش هادشي اصلا ما غادي، بحال قلتي ما غاديش يجي بنادم من 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 اكادير ولا من كازا ولا من طنجه، يعني هادشي كيبشر بالخير كما كيقولوا. الهدف ديالنا هو التراث يبقى ديما مستمر، حيتاش بدا بسوس وبالضبط مدينه التيره وغادي يبقى ديما. المهم كازا ولا بلا ما نذكر المدن تيجيو لهنايا، حيتاش هي فاش بدا وهي فاش غادي يبقى. الحمد لله.